أعلنت شركة فير أند إكزيبشن اليوم فعاليات معرض الخليج لحلول ومستلزمات التعليم الذي سيفتتح في 23 من فبراير الجاري في معرض المطار في دبي. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولو الشركة المنظمة بدعم من وزارة التربية والتعليم. وسوف يركز المعرض على ملء فراغ كانت تعانيه السوق التعليمية والإقليمية بمشاركة العارضين المحليين والإقليميين الكبار، فضلا عن اللاعبين العالميين الذين يسهمون في إعادة تشكيل المشهد التعليمي الإقليمي. ومن خلال التقديمات الجديدة للتعليم في القرن 21 بعرض مجموعة من التكنولوجيا المدمجة والمصممة لتشجيع التعاون بين التلاميذ، خاصة أن الإمارات برزت في الآونة الأخيرة كمركز للحوار التعليمي والاستثماري في قطاع التعليم الحكومي والخاص. وللحديث أكثر عن فعاليات منتدى التعليم العالمي ينضم إلينا من استديوهاتنا في دبي الدكتور عبد الله الأميري مستشار وزير التربية والتعليم رئيس المنتدى. بداية نرحب بك معنا في علوم الدار دكتور عبد الله. حياكم الله. الله يرحب بك. الله يحييك دكتور عبد الله. هذا المنتدى العالمي ما هي فعالياته وما الذي سيتخلله من برامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يقام منتدى التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم المصاحب له. نعم. يقام تحت رعاية السيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. نعم. بحضرها أيضا معالي وزراء التربية والتعليم بالدول. نعم. الخليج العربي يتقدمهم معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم الموقر. نعم. عندنا عنوان البرنامج هذا ومنتدى التعليم للعام هذا مركز على قضية ربط المتعلمين بمجتمعات التعلم ربط المتعلمين بمجتمعات التعلم. تركيزنا هنا عمليا على أهم مجتمعات التعلم، من الطالب، المعلم، أولياء الأمور، الفئات المساندة والمشاركة للمدرسة من البيئة المحلية والمجتمع المحلي الموجود بجانب المدرسة. نعم. من مؤسسات وشركات حكومية وخاصة. نعم. نحن الفكرة أن كيف تحاول تربط المنظومة هاي كلها مع بعض من خلال ربطها مع بعض في اتصالهم مع بعض في تواصلهم وفي مناقشة مشاكلهم، هاي من ناحية. والناحية الثانية ربطها بمصادر التعلم والمعرفة. نعم. اليوم التقنيات متوفرة للجميع مثل ما يقولون بضغطة زر، لكن كيف توظف التقنية هذه والمعرفة هذه بما يخدم العملية التعليمية، بما يخدم الطالب في المقام الأول، بما يخدم المعلم اللي هو ملاصق للطالب في العملية التعليمية. فهذا الأمر بالنسبة لنا أمر حيوي. تركيز المؤتمر راح يكون بشكل كبير على آليات توظيف تقنيات التعليم من خلال عدة محاور. طيب دكتور، كيف يستطيع مثل هذا المنتدى أن يضيف إلى الحركة التعليمية في الدولة؟ ما الذي يستطيع أن يضيفه؟ نعم، سؤال في محله. الهدف الأساسي أن إتاحة الفرصة للجميع من كوادر إدارية وتعليمية في المدارس، وهنا أعني المدارس الحكومية والخاصة، الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات، سواء من خلال الخبراء الموجودين، وعندنا الحمد لله مجموعة متميزة من الخبراء المحليين والإقليميين في دول الخليج والمنطقة، وأيضا خبراء دوليين. عندنا فوق أكثر من 10 متحدثين رئيسيين بيقدمون 12 ورقة رئيسية. عندنا أكثر من 70 ورقة مقدمة من خلال قبل منها من خلال اللجنة الفنية 50 ورقة. نعم. عندنا أيضا 81 ورشة عمل راح تكون متوفرة للجميع، وأيضا في 12 جلسة متخصصة. الفكرة الأساسية اللي موجودة اللي حاول نوصلها أن أنا أوفر لكل قطاعات التعليم المختلفة، من أولياء أمور، من معلمين، من أخصائيين، من مدراء مدارس، من مساعدين المدراء، من أخصائيين اجتماعيين، أوفر لهم فرصة بحسب احتياجاتهم. صحيح. عندنا جلسات مختلفة، محاضرات مختلفة، بحيث أنها تكون تفيد الكل. نعم. فهاي هي أساسا فكرة المؤتمر. وحاب أن أيضا أقول أن بجانب المؤتمر هذا أو المنتدى هناك أيضا ندوة وزارية لمدة يوم واحد بعنوان التعليم الثانوي. نعم. الواقع والتحديات الجديدة، ونقيمة أيضا بالتعاون مع مكتب التربية العربي للدول الخليج. هل لك أن تطلعنا عن آخر الحلول التعليمية والتي ربما سيتم تطبيقها في الإمارات؟ أنا أقول الحمد لله، يعني ما قد أخفي السر أن الحمد لله أغلب التقنيات اليوم موجودة عندنا. نعم. في الإمارات. التحدي الحقيقي هو كيف أنت توظف التقنية هاي بما يخدم العملية التعليمية عندك. صحيح. لذلك نحن نحاول نوفر في تقنيات مختلفة متوفرة، يمكن ما يسعني الوقت أن أحدده، لكن أنا عندي تقنيات مختلفة. نحن نعطي الفرصة لمدراء المدارس والمدارس المعنية والمناطق أن ينظرون أن لا، هاي أفضل آلية عندنا نطبقها عندنا في المدرسة. لا. قد يكون في مدرسة فيها بعد بين الأفراد اللي فيها، فأنا. صحيح. لو عندي خدمة بسيطة مثل الإنترنت متوفرة بتكون ممتازة. في خدمات مستفيدة من خدمات اللي هي learning services، يعني في خدمات إذا حد في فرصة عندي يزور منصة الوزارة
استخدام تقنيات. انا اليوم بدل ما اخلي اعمل تجربه، تذكر لو يمكن كنت تسوي تجربه في في معمل في المدرسه، صحيح. كثير من الطلبه ممكن يكون صحيح. متركزين على تجربه واحده، انا اليوم صحيح. التجربه هاي ممكن اسويها من خلال برنامج تفاعل الكتروني، الطالب صح. ممكن يعمل عمليه كيميائيه وهو قاعد صح. على مقطع الدراسه ويقيس نسبه الترسبات الموجوده عنده ويحسب الحموضه اللي موجوده عنده في الماده. نعم دكتور. اذا كان معنا استديوهاتنا في دبي الدكتور عبد الله الاميري مستشار وزير التربيه والتعليم رئيس المنتدى، شكرا لهذا التواصل دكتور. شكرا جزيلا.